لك المشاهدين أغاني أغاني اللي انضموا لنا بهاللحظات. مثل ما نعرف كل أسبوع بيكون في معنا ضيف باستوديو أغاني أغاني، ولكن اليوم استثنائيا اليوم استبدح بيكون موجود معنا الفنان. فناننا اليوم بلش يدرس موسيقى بعمر 4 سنوات ولكنه تخصص بالماركتينج. من 3 سنوات بلشت مسيرته الفنية الفعالية بأغنيات مصورة وأغنيات حملت قضايا إنسانية وقضايا خاصة بالطفولة. اليوم رح نعرف أكثر عن جديده الفنان موسى. أهلا وسهلا في ماركتينج. ليه؟ بس بالفن هلا ايه بس بعد شوي رح نحكي اكثر. صورتها اغنيه عصفور الدوري، خبرنا شوي اكثر. هلا صورت تحت اداره المخرجه مايل ليس. هي الفنان موسى بالموضوع مواضيع انسانيه وكثير حسيت من خلال التصوير لهالكليب لاغنيه عصفور الدوري والنجاح. اكيد